ما هي يعني حاجه زي كده، ما هي حاجه هي شبه كده، اجر لك شقه جنبينا وابقى اجي ابص عليكي لو النبي، يعني ده ايه ده، ده انت يعني كانه يعني عمل اللي عليه وزياده. ناخد استاذ حمدي. الو، السلام عليكم ورحمه عليكم الله السلام وبركاته. السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. بارك الله لنا في فضيلتك يا فضيله الشيخ. يا رب. الله يكرمك يا اخ حمدي. ابن العزيزه الله يكرمك. بارك الله فيك يا استاذ حمدي. شكرا يا فندم. أنا العام الماضي كان ليا بنت خريجة جامعة الأزهر متزوجة في السعودية بقالها سنتين يعني عمرها 26 عاما، دي أصغر بناتي. بعثت لي دعوة لزيارة عائلية في المدينة المنورة في فترة الحج. قعدت معها أسبوع وتحركنا يوم 7 من المدينة المنورة للحج أنا وهي وزوجها. وبعدين في الطريق الأتوبيس اتعطل، صلينا المغرب والعشاء، وبعدين بعد العشاء ربنا سبحانه وتعالى حست بتعب، ثم ايه وافاها الاجل وتوفيت الى رحمه الله تعالى في المدينه المنوره. يا حبيبتي دفنت يوم 8 في البقيع، 8 ذو الحج. انا طبعا عندي ضغط السكر، والدتها متوفيه، فصراحه يعني كنت في المستشفى، نقلوا المستشفى ونعم حليل وكده، وما قدرتش احج، وجيت روحت وهي دفنت بالبقيع يوم 8. طبعا انا بسال حضرتك، عايز اشوف منزلتها، واحنا كنا خارجين من البيت محرمين انا وهي وزوجها، خرجنا من البيت محرمين، هي محرمه ولابسه النقاب ولابسه جوانتي في ايديها والمصحف، وانا نفس العمليه بملابس الاحرام. دخلت المستشفى كنت في غيبوبه مش حاسس بحاجه، يوم 9 روحوني في اقرب طياره وجيت، وهي دفنت بالبقيع في المدينه المنوره يوم 8. السؤال لحضرتك يعني ارجو من حضرتك، عايز اشوف منزلتها ان شاء الله عند ربنا، وانا ايه ان شاء الله حتى يطمئن قلبي. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حمدي يا ابني، ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها برحمته ان شاء الله، هذا اولا. وجزاك الله خيرا على ما فعلت، وربنا أكرمك إنك أنت تكون معاها حتى آخر نفس في حياتها، فده شيء يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني تشكر ربنا عليه. وبعدين أنت كنت طالع محرم من البيت، انت ناسي شفت حكاية سيدنا يعقوب ساعة ما اخذ العهد على اولاده انهم هيجيبوا له اولاده كلهم، بس استدرك سيدنا يعقوب وقال الا ان يحاط بكم، يعني لو حصل لكم حاجة خارجة عن ارادتكم او ان السماء ارادت شيئا اخر فهذا ما لا طاقة لي ولا لكم به. فأنت أحيط بك في هذا الأمر، وعدت وأنت لا تدري، وكنت هناك في وقت الحج. اللي حصل لك بقى يعني حكم شرعي هنا، إنك أنت كان مغمى عليك أو كده، أنت في حالة الإغماء أو ذهاب التفكير، لا يجب عليك الحج في هذا الوقت. ليه؟ لأنك أنت لا تكليف عليك في هذا الوقت. هل تحسب حجة؟ نعم. وهل تحسب له ما حاجة؟ هو ما فيش تكليف خلاص، هو اللي إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. دي حاجة، دي أداء حكم كده على المشي. إنما بنقول فرضنا إنك أنت فقت في وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة وانت ما تقدرش تصل لانه احيط بك واتقطع لك التذكرة وركبت الطيارة ورجعت، فلك الاجر ان شاء الله تعالى. ومنزلة ابنتك. نعم، ما انت منزلتك كبيرة عند الله يا ابن الان، يعني فنرجو من الله سبحانه وتعالى انه هو يعينك فيما هو آت على أن تؤدي فريضة الحج مرة أخرى إن شاء الله، وإذا لم تفعل فالله سبحانه وتعالى يتكفل بك. وهي إن شاء الله يعني هذه مقبولة
لأنك خرجت بنيتها. وشفت الفرق فضلت الشيخ بين القصة دي والست الابن اللي قبل كده؟ يعني دي بعت لأبوها عشان يجي حج، يعني شوف هي بره بأبوها قد ايه يقوم ربنا يعني يقبض روحها، وهي بعت لأبوها وبتبر أبوها ويعني توفاها الله وهي في قلب وهي محرمة. انت عارفة يعني اكيد يعني دي منزلة نتمنى كلنا ان احنا ننول. ويا شاء السميع العليم يا بنتي انهم يجوا المكالمتين ورا بعض عشان نحس يعني بالفرق الرهيب. هو ربنا اللي رتب بين النداله وبين السمو والرقي. ابنتنا العزيزه اللي قالت قبل كده ان بقالها من السن بلغت سن يعني سن كبير 70 وان هو يعني يعمل فيها هذا، وان البنت، وانا هقول لك انت عارفه لو زوجة الابن دي كانت في نفس الموطن برضه هتبعت لابوها، انما ما تبعتش لامه. ما هي البلوى ان الزوج ما هوش عارف. الزوج يقلب قدامك الحكايه دي، اقلب الصفحه وشوف لو حصل لها هي هتعمل ايه. في النهاية انما انت خلاص احنا طول عمرنا بندعي بحسن الخاتمه، وهي دي يعني المفروض ان دي حسن الخاتمه، دي يعني ده منتهى الامال. يعني اذا كنت اشهر طبيب في العالم او احسن يعني عالم في الدنيا او احسن مذيعه في الدنيا، في الاخر يعني في الاخر واحد يتمنى حسن الخاتمه، فدي يعني حسن خاتمة لابنتك. ربنا يرحمها يا رب ويرحم كل أموات المسلمين ويرزقنا حسن الخاتمة. نطلع فاصل ونرجع.